معنا عبر الهاتف من القاهرة الفنانة فيفي عبده. مرحبا بك سيدة فيفي، وشكرا على قبولك مشاركة في ترندنج. هذا خبر يعني نفيتيه رسميا، ولكن برأيك لماذا اختاروك أنت لهذه الدعاية أو لهذه الخبر المرفق؟ أولا مساء الخير، بشكرك جدا. هو طبعا خبر غير صحيح، لو أنا ما عنديش فكرة عنه خالص، ولكن أنا بصفة عامة إن أنا بلف العالم الأوروبي كله بدرب فيه الرقص، واللي حضرتك نزلتيها دي أنا وأنا بدرب فيه فرنسا. يعني أنا ماليش علاقة بخبر السعودية ده خالص، وأكيد إن اللي نزل الخبر ده يعني إنسان لازم يشوفوه مين هو اللي بيقول الأخبار الكاذبة دي. طيب. وأنا هطلع النهاردة أونلاين إن شاء الله كل الجمهور عشان يعرف إن ده موضوع كذب وما عنديش فكرة عنه خالص. طيب أنت يعني تحرصين على تكذيب هذا الخبر، هل لأنه في السعودية؟ لأنك تدربين في أي دولة أخرى، هل لديك مشكلة لو دعيتي فعلا إلى السعودية للتدريب؟ لا ما دعيتش، اصل ده ما حصلش اوريدي، عشان يعني ما حصلش عشان اقول او لا، ما حصلش خالص بالمره. ما انا ممكن انا كممثله ممكن ابقى عامله دور في مسرحيه، طب ما انا بلف الدول، انا لف الدول العربيه كلها، وانا يعني راسه في كل افراح اغلبيه الملوك والرؤساء راسه في افراحهم، بس ده مش معناه ان يقولوا ان انا هاجي على السعوديه وهدرب ستات ورجاله. طب يعني طب انت حضر يعني ما عندكش مشكله بتدريب الرجاله في مكان ثاني؟ نعم عندك مشكله انك تدرب الرجاله في مكان ثاني غير المكان ده، غير السعوديه يعني؟ لا ما بدربش رجاله انا. ما هو ده الفكره اللي حاطط الخبر الكاذب، اللي انت حضرتك بتقولي عنه ده، حاطط بدرب ستات ورجاله. طب انا بدرب بنات اوكي ستات، طيب لكن الرجاله كمان حضرتهم على اساس ادربهم راس شري كمان؟ طيب سيده فيفي، يعني انا رايت لك اكثر من فيديو تدربين فيه الناس، هل تدربين فقط الرقص الشرقي المصري المعروف يعني، ام ان هناك رقصات اخرى تدربينها؟ رايت رقصا يشبه الرقص العراقي في احدى يعني الاوضاع التدريبيه التي كنت تدربين فيها الفتيات. اكيد ان انا كراقصه شرقيه وعلى مستوى العالم، وان انا طبعا احنا كلنا اشقاء عرب، ان انا لو رقص خليجي انا ممكن ارقص رقص خليجي، مش لازم ان انا يعني كراقصه شرقيه انا ممكن اعمل كل. وبعدين انا كراقصه مصريه على مستوى العالم يعني انا ممكن اعمل اي رقصات تخص بلدي تخص مصر. ممكن طيب. اسكندراني ممكن، طيب ممكن راس خليجي ممكن ارقص انا راس. طيب انت بتعلمي البنات اللي في اوروبا زي ما بتقولي الرقص بس، ولا في امور ثانيه مرتبطه بالثقافه الشرقيه يعني بتعلميها ليهم؟ لا بعلمهم مهنتي اللي هو الرقص الشرقي بس. ما فيش زغاريد؟ ما فيش حاجات ثانيه؟ ما فيش ايه؟ زغروط. انا سمعت قريت خبر بتقولي انت بتعلمي الناس الزغروطه المصريه. لعلمك هما بيزغرطوا الاجانب جدا، يعني انا ما بخشش فيهم هما بيزغرطوا، بنزل لكم على الانستجرام تشوفي ازاي لما بتشوفوني بيزغرطوا ازاي، وبيرقصوا الفولكلور بتاعنا المصري ازاي. العالم كله يعني انا عايز اقول لك الرقص الشرقي زي كام اللغه الانجليزيه على مستوى العالم. صحيح يعني نتابع كثير في اماكن متعدده اللغه الانجليزيه على مستوى العالم. طيب يعني كنت تسمين نفسك الهرم الرابع، هل ما زلت تسمين هذه نفسك هذه التسميه؟ خاصه هناك الكثير من انتقد هذا التوصيف من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ما هي مشاريعك؟ هل ستركزين على التدريب في المرحله المقبله ام ان هناك شيئا ما تعدينه مثلا؟ انا عندي مهرجان في مصر في 22 ابريل ان شاء الله في مصر، هيجي دول من العالم كله في الكلور من كل بلاد العالم، وهنعمله في مينا هاوس في مصر. يعني انا عندي مهرجان هيتعمل في مصر من كل العالم هيجوا يرقصوا فيه، وانا هرقص فيه وادرب فيه. يعني بالنسبه لي ده بلف العالم بيه. طيب بالنسبه للهرم الرابع بسرعه. الهرم الرابع لان انا الناس اللي طبعا انا على مستوى العالم احسن راقصه في مصر، باخد الراقصه الاولى في كل العالم، فطبعا انا رحت مهرجان كان ومثلوني بالهرم الرابع في مهرجان كان.
شكرا لك فيفي عبدو الفنانة المصرية لمشاركتك معنا، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة.